بالنسبه لهذا القرار هو مزيان وخايف في نفس الوقت. بالنسبه لي انا يعني هو كما كيقولوا غادي يكون واحد العقوبه، يعني غير بنادم غادي يخلص واحد 25 درهم راه كيولي كيخاف كيقول لا خصني ندوز من ماما راجلين، ولكن كاين شي بلايص لي هذيك ماما راجلين كاع ما بين كاع بعد النوبات كتلقى محي ما كيبانش لك وخاصك تضرب واحد المسافه طويله باش تلقاه. دونك كاين اللي كيقول لك انا مجروب صافي غادي ندوز من هنايا. ايوا هادشي اللي بالي مخير والله الا بون افير غايولي لي احترام غايتنقص هادشي ديال هذا مضروب هنا وهذا المراه مضروبه هنا الدري مضروب هنا حيت ماشي معقول. الانسان الا غايقتيق من واحد البلاصه اللي هي تيخصها يعني فيها يعني الباساج ديال خاص بالرجل مخيره. الا كانوا غايديروا مثلا 50 درهم يديروا 100 درهم لا حتى 100 درهم مزيانه فيهم باش يلاه غادي يشدوا طريق شويه. هذا هو اللي كاين. هو القرار في حد ذاته راه فيه واحد شويه ديال بحال غادي يغبنوا الناس، لان خاصك بعدا تعلم الناس دير واحد الدعايه المده ديال 3 شهور ولا كذا مثلا على الراجلين الى غادي نقطعوا غادي تفرض علينا واحد الغرامه خاصهم بعدا يوعيونا في التلفزيون في الراديو وكذا باش حتى حنا نتقبلوها كتجي اوتوماتيكمون شويه بشويه. ولا غادي نجي وتقول لي غرامه ديال 300 درهم ولا 400 درهم ولا كذا لا ما قابلهاش ما مقبولهاش. بالنسبه لهذا القرار اللي طبقت الدوله على المواطن المغربي فانا كنشوفه هو قرار في الصواب باش المواطن المغربي يتعلم، حيت حنايا المغاربه ما يمكن ليناش نزيدوا القدام الا ما كانش لما كناش كنطبقوا على راسنا، لما كانش الدوله كتطبق علينا واحد الغرامات الماليه. هي اختيار القرار زوين ولكن هنا في المغرب ما غيطبقوه ما والو، ولكن القرار انك تقطع الشانتي ويكف عليك واحد وتعطيه انت 25 درهم و 25 درهم انت كاع واخا ياخذها واش غياخذها هو واش من غيسلمها لمن ما عرفت. وهذا القرار راه زوين بالنسبه للمغرب ولكن ما غيطبقوهش هادو في المغرب. حنا راه معروفين ما يمكنش نتفقوا اون فوا جيتي غتقطع الشانتي بدون شعور نقولوا مثلا كاع وقفتي على شي واحد وما تلقاش عنده 25 درهم فين غديه؟ غديه فين؟ ما خدامش هادشي في النظريه ديالي انا.